من هو لاعب كرة القدم المفضل عند الملكة إليزابيث؟ كشف المدرب السويدي زيفن غوران إيريكسون المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا الحديث جمعه بالملكة إليزابيث الثانية كشفت له خلاله عن لاعب كرة القدم المفضل لديها. وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم عن 96 عاما يوم الخميس. وتولى إيريكسون تدريب المنتخب الإنجليزي بين عامي 2001 و2006، ورغم أن الفريق كان يعج بالنجوم اللامعة إلا أنه لم يفز بأي شيء. وتحدث السويدي البوديكاست تم الدعوة على الغداء مع الملكة رفقة 10 أشخاص آخرين في مرحلة ما سألتها هل تحبين كرة القدم وتابع سألتها عن لاعبها أو فريقها المفضل، اعتقدت أنها ستقول ديفيد بيكهام لكنها أخبرتني بأنه مايكل أوين. ويعد أوين هو آخر لاعب بريطاني فاز بجائزة الكرة الذهبية خلال عام 2001. واختلفت تأثير وفاة الملكة إليزابيث الثانية على الرياضة في بريطانيا عامة وكرة القدم خاصة عما حدث عقب رحيل سابقها ووالدها الملك جورج السادس في خمسينيات القرن الماضي. وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أنها قررت تأجيل جميع مباريات الجولة المقبلة من البطولة حدادا على رحيل الملكة. وتوفيت إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم عن 96 عاما يوم الخميس. وقالت الرابطة في بيان تعبير عن الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.